سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا في حصة المشهد المغاربي، والذي سنحاول من خلاله تسليط الضوء على الملف الليبي، حيث قامت القوات المغولية للواء حفتر في ثاني أيام عيد الأضحى بالاستيلاء على منطقة الهلال النفطي بعد دخولها إلى ميناء بريقة، حيث لم تلقى أي مواجهات. وأكد العقيد مفتاح المغريف آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للواء حفتر أن السيطرة على المنطقة النفطية كانت بمساعدة أهالي وأعيان البريقة. وقال الناطق الرسمي لمؤسسة النفط الوطنية للنفط أنه سيبدأ العمل فورا لاستئناف صادرات النفط من الموانئ الواقعة في منطقة الهلال النفطي. وفي نفس السياق، عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عن استيائه من خطوة اللواء حفتر في احتلال مناطق النفط، وحذر من تأزم الوضع أكثر في ليبيا وطالب بعودة الأمور إلى نصابها. كما تحركت الولايات المتحدة ومرفوقة بحلفائها الأوروبيين إزاء الهجوم على منطقة الهلال النفطي، وأصدرت بيانا تدين فيه الهجوم مطالبة قوات حفتر بالانسحاب غير المشروط. لمعرفة أبعاد ودلالات هجومة حفتر الأخيرة، يسعدني أن أستضيف كوكب من المحللين والخبراء السياسيين لإيضاح الصورة. ونستقبل أولا محمد العربي زيتوت، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق. بعد الترحيب بك أستاذ محمد العربي، ما الذي يريده حفتر عبر هذه الخطوة في نظرك؟ أنت الذي تعرف خبايا الملف الليبي. تحياتي لك والمشاهدين الكرام. لا أزعم أني خبير دقيق في المجال، لكن مطلع إلى حد ربما كبير على الملف الليبي وعلى الموضوع الليبي، خاصة أني قضيت في ليبيا 4 سنوات. صحيح. في بداية ما الذي يريده حفتر؟ يريد السيطرة على النفط، ولأن هل تسمعني جيدا؟ أسمعك جيد أستاذ محمد العربي زيد. ولأن ليبيا هي عبارة عن نفط وغاز، هي خزان نفطي وغازي، فحفتر يريد السيطرة عليه بدعم إقليمي عربي وبدعم غربي. ومن يسيطر على النفط سيسيطر على القرار السياسي وسيسيطر على البلاد، هكذا يعتقد حفتر وهكذا يعتقد الذين يدعمونه من العرب ومن الغرب. وهو قاعد يبدو أنه سيطرة أو تمت مساعدته للسيطرة أو الأب على أهم الموانئ النفطية في البلاد قريبا من غازي بشكل. أستاذ العربي، ربما أنت ذكرت أن وقلت أن حفتر يدعمونه دول، تدعمه دول عربية وكذلك دول من الغرب. نحن اليوم اطلعنا على بيان الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الغربيين. من تقصد بدول الغرب؟ من يدعم حفتر في نظرك؟ الوقائع على الأرض تقول أن قوات فرنسية وقوات بريطانيا وقوات أمريكا كلها تساند حفتر. نعرف انه أن طائره قبل حوالي 3 أسابيع او 4 أسابيع طائره فرنسيه سقطت وقتل طيارها، كما قتل 3 عناصر من القوات الخاصه الفرنسيه وهي تقاتل الى جانب حفتر في بنغازي وضواحي بنغازي. جميل. يبقى معي استاذ محمد العربي زيتوت، ينضم الي كذلك من طبرق من ليبيا الدكتور ابو بكر بعيره، عضو مجلس النواب. كيف تنظرون الى هبه حفتر الاخيره باستيلائه على اهم مورد للليبيين؟ نعم، مرحبا اخي الكريم، احييك واحيي المشاهدين الكرام. اولا اصحح بعض المعلومه التي وردت فيما سبق، وهي أن الطائرة التي وقعت فرنسية وكانت تقاتل مع قوات الكرامة، لا، الطائرة كانت ليبية مروحية من مروحيات الكرامة، ولكن تبين أن بها بعض الخبراء أو المستشارين الفرنسيين. وهذا ليس بعيب، كل الأطراف تستعين كما تستعين بأسلحة أوروبية وأمريكية وروسية وما إلى ذلك، تستعين أيضا بعض الخبرات، وهذا أعتقد أن الجميع. يعني دكتور، أنت تقول أن جنرال حفتر لا يستند إلى معاونة أو ربما تضامن الفرنسيين والأمريكيين؟ على مستوى القتال الفعلي لا، على مستوى القتال الفعلي لا، ليس هناك أناس غير ليبيين يقاتلون مع عملية كرامة. نعم. بعكس ما جرى في الهجوم على داعش في سرت، كانت هناك قوات أمريكية و
إيطالية وبريطانية واضحة كانت تقاتل على الأرض. فهذا يعني هذا فقط تعليق على مارة التقرير. نعم. من ناحية الفكرة في حد ذاتها أعتقد ما قام به السيد حفتر منطقي جدا من أجل تحريك المياه الراكدة. الآن أصبح الوضع الموانئ النفطية تحت سيطرة الحرس المنشآت النفطية، أصبح هناك خلاف وأصبح حرس المنشآت النفطية يفرضون نوعا من الحالة غير طبيعية على الموانئ النفطية، وتوقف التصدير وتوقف مورد دخل الليبيين. فما قامت به عملية الكرامة بقيادة الفريق حفتر هو محاولة لتحريك المياه الراكدة ومحاولة إعادة السيطرة على الموانئ النفطية إلى الجهات التابعة للدولة المدنية. ولا تزال العملية في بدايتها غير واضحة إلى أين تصل أو ما هي مراميها، هذه كلها أمور ليست واضحة بعد. نعم. يعني وما محل الحكومة المنتخبة من الإعراب في هذه الحركة، حركة حفتر يعني؟ اي حكومه منتخبه تقصد؟ لا لا لا، ليس الحكومه المنتخبه، الحكومه المدعومه من قبل الامريكان. يعني مولانا طبعا التصريحات تشير الى ان الحكومه غير موافقه على دخول الجيش الى الموانئ النفطيه، ولكن برضه في تصريحات اخرى يقولون انهم ليسوا على استعداد للتواجد مع الجيش بسبب هذه الموانئ النفطيه. لا تزال العمليه في بداياتها وهناك مواقف لم تتحدد بعد، ولكن عليه تحالف كما قلت لحضرتك تحريك الماء الراكد مهم في هذه المرحلة، ولابد أن يصلوا الأطراف الأخرى المدنية إلى اتفاق بحيث يستلموا عملية النفط ويستمر تصديره، لأن البلد وصلت إلى مرحلة اقتصادية صعبة جدا كما يعرف الجميع. ونأمل ألا تصل هذه العملية إلى اشتباكات عسكرية بين الأطراف المختلفة، لكن أعتقد أن جميع الأطراف متعقلة ولن تدخل في صراع مسلح بسبب هذا الأمر. نعم. جميل، يبقى معي دكتور أبو بكر بعير، أعود إليك أستاذ محمد العربي زيتوت، ما رأيك؟ رأيي أن أتفق معه جزئيا فيما قال، وهو أنه كل الليبيين للأسف وبكل ألم كل الليبيين يستعينون بقوات خارجية. البنيان قوات البنيان المرصوص استعانت بالأمريكيين، وقوات حفتر مدعومة إماراتيا مصريا غربيا، وهذا لا مجال للشك فيه إطلاقا. وهناك تصريحات وما حتى تأكيدات من صحافة غربية لذلك، والذين قتلوا من الفرنسيين كانوا يقاتلون لجانب حفتر، سواء سميوا بالمستشارين أو سميوا بالخبراء أو سموا معسكر يحملون السلاح، وقتلوا وهم يقاتلون مع قوات حفتر. قوات حفتر أيضا تقاتل مع قوات إماراتية ومصرية وقوات إفريقية، والعدل والمساواة السودانية تقاتل، وهذا أيضا معلوم للجميع. هذا مؤلم. لكن أستاذ محمد العربي زيتوت، أنا فهمت من الدكتور أبو بكر بعيرة أن حركة حفتر ما هي إلا لتحريك هذه المياه الراكدة، وهذا ربما الاتفاقات التي لم تصل إلى نتيجة ليس إلا يعني ما في لا ضرر ولا ضرار يعني. ما هي المياه الراكدة؟ يعني هناك دماء الليبيين، هناك دماء الليبيون ظلوا أكثر من 40 عام تحت حكم استبدادي إجرامي بكل ما تعنيه المقاييس، يعني حكم متسلط متأله، جعل ليبيا شديدة التخلف، جعل ليبيا شديدة وهي التي تمتلك إمكانيات هائلة لتكون حقيقة معجزة اقتصادية، لديها كل الإمكانيات خاصة إمكانيات الثروة الهائلة. لكن القذافي في الحقيقة استعبد أهلها واستضعفهم وعبث بمئات الملايير من الدولارات، ثم بقيت ليبيا متخلفة جدا. عندما تنظر إلى بنغازي أو نزرتها في 2011 و2012 أو إلى مدن مجاورة أو حتى إلى طرابلس العاصمة، تجد أن القذافي فعلا أراد للشعب الليبي الاستعباد. عندما تخلصوا من القذافي ها هم يتقاتلون فيما بينهم ولارتباطات. طبعا أنا لا أتحدث عن الشعب الليبي، وإنما لبعض السياسيين الليبيين الذين لديهم حسابات سلطوية، وأصبحوا يعني هناك الصحافة المصرية وضعت عدة مرات على صفحات الأولى وصورة حفتر يقول للسيسي أنا في الخدمة، أنت تأمرنا، أنت هذه موجودة، يعني هذه موجودة، ومن يستطيع من يكذب ذلك فليضع فقط هذا الأشياء على حفتر وتصريحاته في مصر لكي تجد هذه وبالصور وبالبنط العريض على الصحافة المصرية. معلوم أيضا أن الإمارات متدخلة وتتدخل بشكل كبير، لكن ليس هم فقط، حتى القطريين يتدخلون في واقع الأمر، حتى السعوديين يتدخلون في واقع الأمر.
أصبحت ليبيا مرفع للتدخل الخارجي. ليبيا يجب أن يحكمها أبنائها بدون تدخل خارجي وبدون حكومة وصاية دولية، وأنا أتفق أيضا معه في هذه النقطة ربما على عكس ربما ما أعتقد، لكن أعتقد أن حكومة السراج هي حكومة وصاية دولية ووصلت على باخرة إيطالية بقيادة جنرال إيطالي. هذا لا يعقل ولا يقبله الأحرار ولا يقبله الشرفاء الليبي. أبقى معي أستاذ محمد العربي زيتون. أعود إليك أستاذ الدكتور أبو بكر بعيرة. بيان الأمريكان والحلفاء الأوروبيين جاء شديد اللهجة نوعا ما، وأمروا حفتر بالخروج من المنشأة النفطية بدون، قالوا بدون أي شروط. هل نعتقد أو ننتظر أن يكون فيه تدخل عسكري من قبل الأمريكان في نظرك؟ أظن أننا فقدنا الدكتور أبو بكر بعيرة. يعود إلينا فوزي حوامدي الإعلامي المختص في الشؤون الأمنية من الجزائر. أستاذ فوزي، هل تظن أن سيكون فيه تدخل أمريكي حسب البيان الصادر يعني قبل ساعات؟ أهلا بك أخي الكريم وبضيوفك وبالمشاهدين. لا أعتقد أن يكون هناك تدخل غربي، لأن حفتر لم يكن يتجرأ على دخول الموانئ النفطية دون موافقة بعض الأطراف الغربية ودون ضمانات بعدم التدخل. فأنت تعلم أخي الكريم أن حفتر لما قرر الدخول في معركة ضد داعش في سرت جاءته الأوامر بإلغاء هذه المعركة، فتم التراجع عن ذلك وتكثرت بالمهمة قوات البنيان المرصوص. أما فيما يخص الموانئ النفطية، في ظل الغموض الكبير الذي كان في المشهد الليبي وفشل السياسيين في التوصل إلى حوار، نحن نعلم أن هناك عنصران أساسيان من يسيطر عليهما في ليبيا بإمكانه أن يكون مركز القرار، وهما العاصمة طرابلس التي تخضع لسيطرة ميليشيات الإخوان، والهلال النفطي الذي كان تحت وصاية عصابات مسلحة لا تنتمي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، رغم ولاياتها المتنقلة ترى تولي طبرق وترى تولي السراج بحثا عن المصالح، وكانت تعطل الاقتصاد الليبي وكبدت ليبيا خسائر بمئات الملايين، خاصة أن ليبيا يعني هل ترى في نظرك أن حفتر باستيلائه على منطقة النفط هو ربما يمثل القذافي جديد في ليبيا الآن؟ لا يمكن أن يكون هناك قذافي جديد، ولكن حفتر ما قام به صحيح تم بمساعدة قيادات من الجيش الليبي السابق، أيضا العملية تمت بدون قتال وتمت بدعم شعبي كبير، لأن الشعب أو القبائل الليبية التي في البريقة وفي الهلال النفطي معظمها لها ولاء للنظام السابق، ولما وجدوا عناصر وقيادات من الجيش السابق تم تسليم الموانئ النفطية والحقول النفطية بدون قتال وتوجيه الأوامر للمقاتلين التابعين للجدران بالانسحاب والانضمام إلى الجيش، فكان لهم ذلك. وتصور أن العملية التي تم الإعداد لها منذ شهور لم تحدث فيها أي خسائر بشرية من جانب قوة حفتر، لأن لم تحدث هناك أيضا مشدات إلا في منطقة زويتينا، وهي مشدات خفيفة وطفيفة سرعان ما انسحب من خلالها الجدران إلى مناطق خلفية، وهو يتواجد الآن في الجفرة، وهناك أنباء تقول أنه يجمع قواته من جديد، وقد تلقى دعما من بعض الأطراف خاصة في طرابلس ومصراتة دعما سريا للهجوم مرة أخرى على الهلال النفطي، لأن معركة الموانئ النفطية أعتقد لم تنتهي بعد. الجيش الليبي بقيادة الفريق أول حفتر يسيطر فعلا الآن على الموانئ النفطية والحقول النفطية. حكومة السراج تراجعت في مواقفها المبدئية وقالت أنها مستعدة للحوار مع كافة الأطراف. حفتر بهذه الخطوة أكد أنه موجود ورقم فاعل في الساحة الليبية لا يمكن تجاوزه، كما تم تجاوزه في اتفاق الصخيرات وإعلان الحكومة وإقصائه من منصب وزير الدفاع ومن أي منصب قيادي للجيش وعدم اعتراف بالجيش. الجيش الآن أصبح قوة موجودة فعليا تسيطر على الاقتصاد المورد الأساسي الاقتصاد. جميل الليبي. ابقى معي أستاذ فوزي حوامدي. عاد إلينا الدكتور أبو بكر بعيرة. دكتور، هل تظن أن حركة اللواء حفتر ستؤزم الوضع أكثر مما هو عليه اليوم في ليبيا؟
الو. نعم دكتور، انا اسمعك. لم اسمع سؤالك، عاود السؤال. هل تظن ان الا تظن ان حركه حفتر الاخيره بهجومه على المنطقه النفطيه ستؤزم الوضع اكثر في ليبيا مما هو عليه اليوم؟ لا اعتقد ذلك. انا قراءتي للمشهد وان ربما هناك نوع من التفاهم الضمني بين الاطراف المختلفه، وان هذه الاطراف وصلت الى شعور مشترك بان يجب ان تنطوي مع بعضها البعض بحيث تعمل حل المشكله الليبيه. سوف يكون الضحايا لهذا التوافق الجديد، ربما بعض الضحايا هو السيد جبران ومن معه، ولكن بقيه الاطراف اعتقد انها تتجه الى نوع من التوافق بحيث يتم تسليم الحقول النفطيه الى مؤسسه النفط، وربما مؤسسه النفط تنتقل من مقرها في طرابلس الى بنغازي لارضاء جماهير الشرق الليبي التي تطالب بذلك منذ زمن بعيد. فاعتقد ان هناك نوع من الاتفاق الضمني الذي اتمنى ان يتحول لاتفاق فعلي في سبيل حلحله مشكله الشعب الليبي. هذا يعني رغم بيان الامريكان والدول الاوروبيه المتحالفه. الامريكان والدول الاوروبيه بعيدون عن الصوره ولا يقرؤون المشهد الليبي بشكل صحيح، يعني هذا انا جربته حتى من خلال الحوار، قراءتهم المشهد الليبي غير صحيحه ويقعون في اخطاء ويجرون الليبيين وراءهم في هذه الاخطاء. اعتقد ان ما يجري في ليبيا الان لو تم استغلاله بشكل جيد سوف يكون مدخلا قويا لحل الازمه الليبيه. حديث المجلس الرئاسي الان اصبح حديث لين، وهم يقولون انهم لن يقودوا قواتهم ضد اي طرف ليبي. السيد حفتر ايضا في تصريحاته انه سوف يسلم الموانئ النفطيه الى السلطات النفطيه المدنيه المسؤوله. اعتقد هذا الكلام مؤشر الى وجود نيه لحل قضية الشعب الليبي قريبا إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا دكتور أبو بكر بعير. أعود إليك أستاذ محمد العربي زيتوت. الدكتور يقول نحن ذاهبون إلى حل سلمي يكون فيه ضحية إلا بعض الرؤوس المسؤولة في حكومة السراج، ما رأيك؟ للأسف ما يقوله ليس دقيق، يعني أنا أختلف تماما معه فيما يقوله. هناك اعتراض شديد على حفتر في من مجموعات مؤثرة جدا من الثوار ومن غير الثوار ومن عدد كبير من الشعب الليبي فيما أعتقد وفيما أعلم، أنهم يعترضون على حفتر ولمجموعة من الأسباب، خاصة كونه لعبة في يد الإماراتيين والمصريين، إضافة إلى أن قوات فرنسية تقاتل معه، وهذا واضح ودقيق، وإشاعات عن قوات بريطانية وأمريكية وإيطالية، فهو غير مقبول. وسيد بعيرة وفي الحقيقة رئيس لبرلمان قانونا لم يعد موجودا. لكن دكتور أستاذ محمد العربي زيتون، إذا صونت صينة مصالح الأمريكان والمصالح الأوروبية، وخاصة بعد أن تصريحات مدير الشركة الوطنية للنفط الليبية بأن ستباشر عملها في تصدير النفط مباشرة، إذا صينت هذه المصالح فلما التشنج ولما الإبقاء على حفتر كربما عنصر أساسي في قضية حلحلة المشاكل في ليبيا؟ هو هذا هو المشكل، هو أن وجود حفتر بتحالفاته وبما يقدمه من خدمات لأطراف خارجية إقليمية ودولية تجعل من غير الممكن أن يكون القرار ليبي، يعني تجعل أن القرار غير ليبي، قرار هو إماراتي مصري غربي وفي فيما يخص حفتر. وبالتالي هؤلاء هذه الدول لن تدافع على مصالح الشعب الليبي، ستدافع عن مصالحها هي. وقولك وصدور البيان الغربي بالتحفظ على سلاح حفتر على الموانئ الحقيقة هو مجرد ذرماد في العيون، وهو مجرد عتاب لأنه لا يتوافق مع خطهم الآخر الذي هو ذهب إلى دعم ما يسمى بحكومة الوثاقة الوطني، أو إذا شئت بعبارة أدق الوصاية الدولية. لديهم مشكلتين، أنهم يدعمون حكومة سراج وقد جاءت على باخرة عسكرية إيطالية، ويدعمون حفتر ويقاتلون معه، فيجدون أنفسهم أحيانا في تناقض بين حليفين، لأن الحليفين غير متفقين، أو على الأقل الجزء من المجلس الرئاسي غير متفق مع حفتر. نحن نعرف أيضا أن المجلس الرئاسي منقسم على نفسه، وهناك من يساند حفتر، مثل ما هناك نفيذ نواب طبرق
من يساند المجلس الرئاسي او حكومه الوفاق الوطنيه الوفاق الوطني كما تسمى او المؤتمر السابق. هذه الخلبطه الحقيقيه والتدخل الحقيقي نابع من تدخل خارجي. لو ترك الامر للليبيين لا كان في اعتقادي لوصلوا خاصه بما لكن هنا نفهم انك ضد حكومه الوفاق الوطني وضد حفتر ضد الميليشيات، اين هو الحل في نظرك استاذ العربي زيتون؟ الحل هو ليبي، انا ضد هؤلاء ليبيون يعني. نعم لكن هؤلاء ليبيون لا، القرار في يد الخارج ليس في يدهم هم. عندما تأتي حكومة ما تسمى حكومة الوفاق الوطني على باخرة عسكرية إيطالية فهذه لن تخدم مصلحة الشعب الليبي. عندما يكون حفتر ويقولها صراحة وعلنا أنه في خدمة ما يأمره به السيسي ونحن نعرف من هو السيسي فهذا لن يخدم مصالح الليبيين. عندما يقاتل العدل والمساواة وأفارقة مع حفتر ضد ليبيين آخرين هذا لن يخدم مصلحة الشعب الليبي. الشعب الليبي تخدم مصلحته عندما تكون نابعة من الليبيين لمن أجل الليبيين وفي خدمة الليبيين. جميل، ابقى معي أستاذ محمد العربي زيتون. ينضم إلينا من ليبيا الأستاذ محمد صوان رئيس حزب العدالة والتنمية. بعد الترحيب بك محمد صوان، ما رأيك في هذا الحراك الذي تم البارحة من قبل اللواء حفتر؟ هل يخدم الليبيين أو لا عكس ما يقول أستاذ محمد العربي زيتون؟ أستاذ محمد صوان؟ نعم تفضل. نعم ما رأيك في ما قام به اللواء حفتر؟ أولا بسم الله تحية لكم ولقناتكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة الواضح يعني واللي وما معلوم للجميع أن هذا الأمر يعني خارج عن الشرعية باعتبار أن القوات اللي تحمي المنشآت النفطية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، فهذا الأمر طبعا مدان داخليا وربما مدان حتى خارجيا وفقا حتى للاتفاق السياسي. لكن المسألة في ليبيا معقدة جدا ولا يمكن أنها تفهم بهذا الشكل. الحقيقة أنا قراءتي لما يحدث أن هذه كلها محاولات للتموضع داخل الاتفاق السياسي، فالاتفاق السياسي لازال يعني محل قبول داخلي وخارجي. نحن نواجه صعوبات في كيفية تنفيذ هذا الاتفاق السياسي. هناك بعض الأطراف وجدت أن هذا الاتفاق هو الممكن الوحيد الآن لحل الأزمة السياسية، بالتالي هذا الحراك هو محاولة لإعادة التموضع بشكل ربما يعني يجعل بعض الأطراف مشاركة أكثر في العملية السياسية، فهذا تقييما لهذا الأمر. أما ما يتحدث عليه البعض ربما غير واقعي مثل الحديث مع احترامنا لضيفك على أن هذه الحكومة جاءت على قطعة بحرية إيطالية وبالتالي بناء استنتاجات أنها حكومة وصاية، فهذه أمور حقيقة فيها تصريح للمشهد الليبي. هذه الحكومة كانت نتاج أطراف أساسية في ليبيا عديدة وحوارات أكثر من سنة ونصف وربما صراع طويل جدا، وهي مقاربة فيها عيوب كثيرة ولكنها هذا الممكن. وحتى ما يقال يعني هذه قطعة بحرية إيطالية، هذا الكلام أصلا حتى على الواقع هو كلام منافي للحقيقة. يعني هذه الحكومة جاءت باتفاق بين أطراف ليبية وعلى قطعة بحرية ليبية ودخلت وكانت كل أعضائها التسعة هم ممثلين لأطراف على الأرض. لكن ما الذي يريده حفتر إذا كانت هذه حكومة الوفاق الوطني كما تقول؟ يعني ما مصير حفتر؟ يعني ماذا يريد حفتر من هذه الحكومة؟ هنا في تقديري يعني كما ذكرت أن هذه الأطراف وجدت أن القطار انطلق والاتفاق السياسي بدأ في التطبيق على الأرض، وبالتالي بعض الأطراف تريد أن تتموضع بشكل ربما يعطيها أكبر سقف من المشاركة، خاصة أن هناك بعض
المعارضين لتمرير الحكومة في البرلمان، وهناك بعض الإشكاليات، وبالتالي نحن نقرأ هذا المشهد في هذا السياق، أن هذه المجموعات هي فقط لتغيير كما وضعها داخل المشهد السياسي وفي إطار الاتفاق السياسي اللي هو اتفاق الصفيرات. جميل، ابقى معي أستاذ محمد صوان. أعود إليك أستاذ فوزي حوامدي، هل تتفق مع محمد صوان حين يقول أن هو نفس الشيء، يقول نفس ما قاله الدكتور أبو بكر بعيرة، يقول أن هذه الحركة من حفتر ما هي إلا لتحريك هذه المياه الراكدة وربما الظفر ببعض المسؤوليات لأتباع حفتر، ربما حفتر نفسه؟ نعم، هو ليس فقط كذلك، صحيح هي للتموضع ولإثبات أن هذا الفصيل الجيش الليبي الذي يحارب الإرهاب منذ سنتين أو منذ 3 سنوات، وما يؤخذ عليه من طرف طرابلس أنهم دائما يقولون أن حفتر جيش فاشل وميليشيا حفتر فاشلة ولم تستطيع أن تسيطر حتى على بنغازي، ولكن حفتر الآن أثبت أنه يملك جيشا يمثل الشعب الليبي، استطاع أن يتجاوز يهزم الإرهابيين في بنغازي ويتجاوز للحقول النفطية ويسيطر الآن على رئة الاقتصاد الليبي بدون قتال. وكلمة بدون قتال ودخولها بالقبائل الليبية مفاد هو رسالة إلى الداخل الليبي أن الشعب الليبي يريد سئمة من حكم الميليشيات، سئمة من الصراعات التي تعرفها ليبيا. تصور أخي الآن 3 حكومات في ليبيا تتصارع عن القرار، حكومة الغوير وحكومة السراج وحكومة الثني، لا يوجد جيش في ليبيا، لا يوجد شرطة. حتى يريد أن يثبت، والجيش الشعب الليبي يريد أن يكون ليبيا جيش واحد وشرطة واحدة ودولة موحدة. بهذه الخطوة أعتقد أن كل الأوراق الآن ستوضع على الطاولة وسيتوحد الليبيون وراء الجيش وسوف يتم التوافق على حكم سياسي بين جميع الأطراف الليبية بما فيهم البرلمان وبما فيهم أيضا حكومة الوفاق الوطني التي حين نقول فوزي حوامدي أن دخول بدون مقاومة أو ربما بمساعدة بعض أهالي المنطقة، هناك أخبار الآن تأتينا وتقول أن فيه اشتباكات عنيفة في منطقة زويتينا، يعني هذا غير صحيح أن يعني دخلوا على يعني بدون قتال. هذا هي فقط في زويتينا اشتباكات ليست عنيفة، اشتباكات خفيفة في زويتينا ولم تحدث فيها خسائر. أنا قبل قليل كنت متواصل مع الناطق باسم الجيش الليبي وأكد لي أن فقط هناك اشتباكات في زويتينا ولم تحدث فيها أي خسائر من الطرفين، سواء من القوات الجيش الليبي أو حتى من قوات الجدران، لأن الجدران لا يمكنه أن يقاوم لأنه فقد أغلب مقاتليه، وبالتالي أي معركة يدخلها حاليا فهو خاسر، فهي من باب الانتحار، وبالتالي عليه أن يعيد إذا أراد الدفاع عن المنشآت النفطية والعودة إليها ومواجهة حفتر، عليه أن يعيد ترتيب أوراقه من جديد بعد أن يتلقى الدعم اللازم من طرف الجهات التي تدعمه سواء في طرابلس أو في مصراف. جميل، ابقى معي أستاذ فوزي حوامدي. ما رأيك أستاذ محمد العربي زيتوت؟ أستاذ محمد العربي زيتوت هل موجود معنا؟ أظن أننا فقدنا أستاذ محمد العربي زيتوت، إن شاء الله يعود الاتصال بنا. محمد صوان، يعني بعد هذه الهجومات، يعني كيف ترى حل الخروج من هذا المأزق، خاصة بعد بيان كما قلنا الأمريكان الذي طالب فيه حفتر من الخروج من المنطقة النفطية وبدون أي شروط؟ هل موجود معنا محمد صوان؟ أستاذ محمد صوان، أنا قلت لك يعني كيف ترى الحل بعد هذا الهجوم على المنطقة النفطية، خاصة بعد بيان الأمريكان والدول الحليفة، الدول الأوروبية الحليفة، كيف سيتم الخروج بحل، خاصة كما قلنا بعد البيان الذي طالب فيه الأمريكان من حفتر الخروج بدون أي شروط؟
أظن أننا فقدنا محمد صوان كذلك. وأعود إلى محمد العربي زيتوت، ما رأيك فيما كان يقول فيه فوزي حوامدي بأن حفتر دخل يعني فيه شد على عضد حفتر من قبل الأهالي ولم يكن فيه أي قتال في الاستيلاء على هذه المناطق؟ محمد صوان يقول أن حفتر ربما كان يتفق معه بعض الشيء، يقول هو نفس الشيء، نفس كلام الدكتور بكر بعيرة، يقول أنه لحل حالة الأوضاع ربما الظفر ببعض المناصب. يا هو طبعا هذا الاستيلاء هو استيلاء على السلطه وليس على فقط على النفط، لان كما قلت لك يعني النفط هو السلطه، هو المورد الوحيد الليبيين، هو المورد الرئيسي الوحيد، وبالتالي من يسيطر على النفط يسيطر على السلطه، وهو بفعله هذا وعند الذين اشاروا عليه وساعدوه لكي يستولي على هذا يدرك انه بهذه الطريقه يريد. لكن يحدث مجموعه، طبعا ما قاله المتحدث من ان حفتر جيش وطني وهذا كلام لا يسنده واقع، لأن باختصار بسيط هو ميليشيات حفتر مشكلة من بقايا القذافي ومشكلة من مرتزقة أفارقة وآخرين ومشكلة من دعم مصري إماراتي غربي وبضعة ليبيين ربما، البقية في الحقيقة هو معروف. وبالتالي تشكيل ميليشياوي بهذا الشكل لا يمكن يكون جيش وطني، حتى ولو كان مناصرونه يطلقون عليه عبارة الجيش الوطني. المشكلة الأساسية الآن وقد ذكرها قبل ساعات أحد كبار الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية من أن ليبيا على وشك التفكك. في واقع الأمر الذي يحدث أمامنا اليوم هو أنه يستعمرونك لعشرات السنين، ثم عندما تنتفض وتثور يدعمون مستبدين ويضعونهم في السلطة ويساعدونهم لكي يبقوا في السلطة عشرات السنين، ثم عندما ينتفض الشعب مرة أخرى ويثور فإنه يهددونه بداعش، بالطوفان، بالتفكك، بالفوضى، بكل شيء. هذا هو الغرب اليوم، وهذا هو المؤلم في هذا الوضع. المؤلم فيه هو أن نجد من أبناء جلدتنا من الليبيين في ليبيا ومن السوريين في سوريا ومن المصريين في مصر ومن العراقيين في العراق من يدعم القوى الخارجية ويكون خادم لها وعميل لها، ونحن نعرف أن القوى الخارجية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تخدم لصالح شعب واحد، لن تكون ذلك. استثناء حدث عندما اعتقد الناس من أن ربما حلفة أطلسي ساعد الشعب الليبي لكي يتخلص من القذافي المتألف، لكن اتضح فيما بعد أن حتى هذه المساعدة كانت لها حسابات وكانت لها صراعات مع القذافي، وكانت يعني حتى البرلمان البريطاني أصدر بيان يدين فيه ديفيد كاميرون، وربما الاتهامات نفسها التي ألصقت بتوني بلير في قضية الملف العراق. نعم نعم، ولذلك أنا في الحقيقة الآن أصبحت مقتنع قناعة مطلقة خاصة بعد التجربة الليبية أنه لا يجب بأي حال من الأحوال في كافة الظروف وتحت أي ظرف كان الاستعانة بالخارج، حتى ولو ذبح شعب كامل من المستبد ومن الطاغية، ومن حتى ولو في هذه الحالة، حتى في الوضع السوري اليوم مثلا نجد أن التدخل الخارجي أصبح لصالح بشار. التدخل الخارجي لا يخدم البلد، لا يخدم الوطن، لا يخدم الشعب، لا يخدم الدولة المعنية، وإنما يضعفها أكثر ويجعل جزء من أبنائها يتقاتلون لمصالحه، وعندما لا يأخذ هذه المصالح يزرع فيها الفوضى العارمة والفوضى الكاملة. جميل جميل، ابقى معي أستاذ محمد العربي زيتوت. ما رأيك محمد صوان؟ محمد صوان؟ محمد صوان لا يسمعني. أعود إلى أستاذ فوزي حوامدي، ما رأيك فيما يقوله أستاذ العربي زيتوت؟ لا مجال لإقحام الغرب مهما كانت النتيجة، مهما ذبح شعب بأكمله، يقول عربي زيتون. لا يمكن أن نتجاهل التدخل الخارجي، نحن ليبيا ليست في جزيرة مستقلة، يعني ليبيا في العالم، وليبيا لها دول جوار ولها أصدقاء، وكل الأطراف وكل المكونات الأساسية في ليبيا الآن لها دعم خارجي، سواء في من يسيطر على طرابلس
مدعوم من قطر ومن تركيا، من يسيطر على طبرق مدعوم من مصر ومن الامارات، من يسيطر على 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 الفرقاطة يعني حكومة السراج مدعوم من ايطاليا ومن بعض الاطراف الغربية، يعني كل داعش لها اطراف التي تدعمها وهي معروفة، يعني كل الاطراف التي تسيطر على المشهد الليبي وتشكله لها دعم خارجي، وقرارها ليس 100% قرار ليبي، لأن قرار ليبي كان قبل سنة 2011 وبعدها انتهى قرار ليبي واصبح ليبيا كل قراراتها تأتي من الخارج. صحيح ما قام به حفتر او يمكن ما قام به حفتر خارج عن الشرعيه كما قال الصواب، لان الهلال النفطي الجذران الذي كان يسيطر اعلن ولاءه لحكومه السراج، ولكن هذا الولاء مشكوك في صحته، لان معروف عن الجذران انه ميليشيا ليس نظاميه، وهو ميليشيا مشكله من العصابات وكان في السجون سواء قبل 2011 بعد 2011 وله جرائم عديده ما لحق بها، وحسب اخر المعلومات فان مذكره التوقيف ستصدر في شانها اليوم او غدا لمحاكمته عن الجرائم التي اقترفها في حق ليبيا كمؤسسه اقتصاديه وفي حق الشعب الليبي وفي حق الجيش الليبي بعد اتهامه باسقاط مروحيه سنه 2013 على متن 5 ضباط ليبيين. نعم. أستاذ محمد العربي زيتوت، هناك من يقول أن اللواء حفتر ربما يقول أنتم تتخاصمون وأنتم تريدون هذا النفط وأنتم ربما تتقاتلون على هذا النفط، أنا سأخذ هذا النفط، أنتم الآن عليكم بالحوار والاتفاق بين الليبيين كما تقول أنت، يعني ضع النفط جانبا، النفط تحت سيطرتي، الآن عليكم الاتفاق السلمي الاتفاق السياسي ثم نتحدث عن كيفية تقسيم هذا النفط، أليس كذلك؟ هل موجود معنا الأستاذ العربي زيتوت؟ أستاذ العربي زيتوت تسمعني؟ ألو، هل تسمعني؟ لا لم أسمع السؤال. أنا قلت أن حفتر يقول ربما أنتم تتخاصمون و تحاربون بعضكم البعض على هذا النفط، الآن النفط تحت سيطرتي، عليكم الآن بالجلوس في مائدة والحوار السياسي لتخرجوا ليبيا من وحلتها ووحلها لهذا. هو الحوار، أنا أعتقد أن الحوار دائما هو أفضل الطرق لحل المشاكل. نعم. حوار بين أبناء الوطن هو أفضل مهما كانت الخلافات ومهما كانت، شرط أن لا يكون هناك تدخل خارجي حتى لا يفسد هذا الحوار، وشرط أن المتحاورين لا يكونون يخدمون أجندات خارجية. لكن كما قال ضيفي فوزي حوامدي، ليبيا ليست في المريخ ولا في القمر، ليبيا موجودة ضمن دول ولها دول صديقة ودول جوار، ويجب إقحام الخارج. هذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، هذا معناه أنه يقول أنه يقبل التدخل الخارجي في وطن، أنه يقبل أن الآخرين هم الذين يملون الطريقة التي تدور بها تسير بها ليبيا، تحكم بها ليبيا. الذي يقول هذا الكلام في حقيقة الأمر يرتكب جريمة حقيقية في حق وطنه وفي حق دينه. لا يعقل أن إنسان يقول أننا طبعا ما الولايات المتحدة موجودة في هذا العالم، لماذا لا تتدخل فيها المكسيك أو كندا وفرنسا موجودة في هذا العالم، لماذا لا تتدخل فيها إسبانيا وإيطاليا وكذلك الحال. يعني لا، هذا لا يعني، نعم ليبيا تعيش ظروف صعبة بعد أن خاشت مخاض التخلص من القذافي، لكن هذا لا يأتي أحد ويبرر ويقول نحن لسنا في جزيرة معزولة وبالتالي التدخل الخارجي هو أمر طبيعي. أصبحنا نرى التدخل الخارجي أمر طبيعي، أصبحنا نرى تحكم القوى الخارجية وتدخل عسكرها وطائراتها أمر طبيعي، أصبحنا نرى بهذا المنطق. حقيقة هذا مؤلم أن يرى إنسان أن التدخل الخارجي، يعني ما العمل؟ هل سنترك الليبيين يتقاتلون ويصفون بعضهم البعض؟ هم لم ربما لم لا تترك، لا اتركهم، لو ترك للليبيين، الليبيين شوف تقاليد قبليه معروفه، قبائل تعرف بعضها البعض، تعايشت مع بعضها البعض، عاشت فترات حالكة مع بعضها البعض كما عاشت فترات جميله مع بعضها البعض. الليبيون يستطيعون اذا ترك لهم المجال ان يجدوا حلول، وانا اعطيك مثال. نعم. في قبل حوالي سنه كان هناك اتفاق تم في تونس ثم تم في مالطا ما بين النواب
اللي هو تبرق ومؤتمر طرابلس، ولكن ما يسمى بالامم المتحده طبعا تحت ضغط غربي، ضغط قوى ما يسمى مجلس الامن، افسدت ذلك الاتفاق. كان هو الناس كلها تعرف ذلك الاتفاق، افسدوه، لم يتركوهم يتفقوا، لم يتركوا مؤتمر نواب تبرق مع مؤتمر طرابلس ان يتفقوا، ورفضوا وقالوا اي اتفاق لا يمر عبر الامم المتحده لن يكون، وبالفعل تم اجهاض الاتفاق، ونحن نعرف انه التقوا في تونس والتقوا في مالطا والتقوا في عمان، لكن لم يترك لهم المجال. الشعب الليبي يستطيع ان يحل مشاكله بنفسه اذا ترك له المجال. لكن اقول لك شيء، ليبيا بلد صغير وعدد سكانها لا يتجاوز 7 ملايين، وهي خزان نفطي كبير جدا وموقع استراتيجي بالغ الاهميه بازيد من 2000 كيلومتر على الشاطئ المتوسط، وهو اكبر شاطئ يقابل اوروبا، وبالتالي سيكون هناك تدخل دائم. لن تنجو ليبيا الا بنجاه العواصم العربيه الكبرى، بنجاه مصر، بنجاه الجزائر، بنجاه المغرب، بنجاه، عندما تنجو هذه الدول وهذه الانظمه وتتغير وتكون في خدمه شعوبها فانها ستساعد البلدان الصغيره مثل ليبيا ومثل تونس. اما الان ليبيا وتونس وكل هذه البلدان الصغيره طبعا ياخذها الحوت الكبير المتواجد دوليا والمسمى احيانا الامم المتحده واحيانا مجلس الامن واحيانا اي شيء اخر ممكن ان تطلق عليه اسم الشرعيه الدوليه الى اخره. جميل، شكرا جزيلا استاذ محمد العربي زطوط المحلل السياسي كلمتنا من لندن. اعود اليك استاذ فوزي حوامدي، يعني كيف تستفيد هذه الدول، ربما نتكلم على الأمريكان وحلفائها، من مصالحها في ليبيا إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا؟ بالتأكيد المصالح الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما تهمها هي طبعا ليست جمعيات خيرية، هي دول لها مصالح. صحيح. وما تهمها هي ليست مصلحة الشعوب بل تهمها مصالحها الاقتصادية. النفط بيد حفتر، بيد زيد، بيد عمر، المهم النفط أن يصل إلى مريديه وفق العقود المبرمة مع الجانب الليبي وبأسعار يتم التفاهم عليها، وبالتالي ما استقرار هذه المنطقه ياتي وفق مخطط غربي معروف للمنطقه العربيه، الفوز الخلاق الذي انطلق منذ سنه 2011 ويتواصل الى يومنا هذا. نعم. وبالتاكيد لا يعنيها الاستقرار ولا تعنيها الديمقراطيه ولا تعنيها راحه الشعوب بقدر ما تعنيها اعاده تقسيم المنطقه وفق استراتيجيات وفق مصالح تعني تخدم اقتصادات وتخدم منهاج هذه الدول الغربية التي تتحكم في المشهد العالمي في هذه المرحلة. ولماذا لا تعتبر هذه الشعوب وعلى رأسها الشعب الليبي من هذا المنطق وهم يدركونه تماما، لماذا لا يتوصلون إلى حل ربما يكون في صالح الليبيين ليس في صالح الخارج؟ نعم، واعتقد ان هذه بدايه الحل، يعني سيطره حفتر على الحقول النفطيه بمساعده الشعب الليبي هي بدايه استيقاظ الشعب الليبي من سبات دام 5 سنوات تحت صدمه ما يسمى بالربيع العربي الذي ادى بليبيا الى الانهيار التام، واصبح الشعب الليبي الان 2.5 مليون ليبي تقول الامم المتحده انهم بحاجه الى صداقات وبحاجه الى عناد، في وقت كانت ليبيا من او كان المواطن الليبي من يعني في نظرك بعد 5 سنوات عدنا الى القائد المفدى؟ ليس القائد المفدى بقدر ما عدنا الى الكرامه وعدنا الى عزه المواطن الليبي، لان اثبت القائد المفدى واثبت حكم ان الشعب الليبي والشعب الذي يضم كما قال ضيفك مجموعه من القبائل المختلفه لا يمكن ان تحكمها ديمقراطيه سوريه او ديمقراطيه وفقا للمصالح. اذا يجب ان تحكمها العصا. اذا استاذ فوزي حوامدي شكرا جزيلا لك، الإعلامي المختص في الشؤون الأمنية، نشكرك جزيل الشكر، ونشكركم أنتم مشاهدي الأفاضل، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.